ولهذا كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى وهو أشد ما يكون في هذا الباب عند الاحتضار. عند الاحتضار الشخص الذي شغل وقته باللهو والباطل والمعازف وغير ذلك تخونه نفسه عند الاحتضار، ولو أراد أن يفزع عند الاحتضار إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتكون خاتمة كلامه لخانته في هذه الشدة. ولهذا بعض هؤلاء يلقن لا إله إلا الله عند موته فلا يتلقن ولا يقبل، بل بعضهم يتخرج روحه وهو يردد بعض اللهو الذي ملأ قلبه به في حياته فتخون نفسه في مثل هذه الشدائد. بعضهم يموت وهو يردد بيت شعر من شعر اللهو والباطل الذي فتن به وكثر من ترداده، بخلاف المطيع. المطيع قلبه أصلا كان منشغلا بذكر الله، فيختم له بهذا الذي كان قلبه منشغلا به. إن كان منشغلا بصلاة وذكر وطاعة وأذان ودعاء فهذا الذي يكون معه في مثل هذه الشدائد.